السلام عليكم. اليوم في شوية أم والد راح ندلكم رز، لكن رز بالخضر يجي بزاف بنين ويجي خفيف، خاصة كديري في العشاء ماشي راح يجي ثقيل على المعدة. إن شاء الله راح تستفادوا من هذه الوصفة. وش راح نحتاج؟ أنا درت كمية من الجلبانة وزرو ديا قطعتها مربعات صغار، فورتهم، فوروهم فقط، ما ديروا لهم والو لا ملح لا حتى شيء، حكي طيبوا تسيبوا الزرو ديا طرية والجلبانة طابت نحوهم. راح نحتاجوا، أنا حنديرها بالطوم والفيليت سول، وهذا الطون هذا يبقى اختياري، تقدروا ديروا صدر تاع الدجاج الابيض يعني تاع الدجاج، تقدروا ديروا الداند، تقدروا ديروا فيون داشي، انا نحبه حقيقه يعني نحبه بالطون. راح نستعمل الرز، انا حنستعمل الاروس البسماتي. كيما تقدروا ديروا الرز المفور راه يتباع، تجي الحبه تاعو صفراء، هذاك ما يتلصقش، لازم الرز اللي ما يلصقش كي تغليه. انا حندير هذا البسماتي، تجي الحبه تاعو طويله وبيضاء. كميه من الرز بالطريقة. اذا اول شيء راح نبدا به الخضره، راني فورتها نخليها على جهه. راح نحكم هذا الرز، راح نغليه في الماء والملح، نعاود لك نغليه في الماء والملح حتى يطيب تماما، يعني كي تذوقيه تصيبيه طايب، طيبيه مليح وصفوه ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا الان راح نكملوا الكيفيه تاع الرز. اذا ها هو الرز تاعي، بعد ما طاب غلوه في الماء والملح حتى يطيب الحبه يعني طيب تماما، نصفوه ونخلوه بجهه. اول شيء راح نبداو به هو اني راح نعمل كميه قليله من الزيت بهذا الشكل. راح نحكم في تحبيبه تاع البيض او على حسب العائله تاعكم، راح ندلها شويه تاع الملح، نخلطها ونقليها عادي في المقلة. نقليها عادي ونخلطو بهذا الشكل باش يتفتت لنا. اول حاجه نبداو بها كما قلت لكم، هذا الرز يجي بزاف خفيف ويجي بنين، نتمنى انكم تجربوه. هاكا نبدلو في الوصفه تاع الرز، وكل مره راح نعطيكم وصفه بالرز، كاين بزاف اللي يحبوا الرز ويحبوا ينوعوا فيه. اذا ما هو البيض تاعي بعد ما طاب، نطيبوه مليح ونقسموه بهذه الطريقه، يعني ما نخلوش اومليت، نقسموه طرف صغار. اذا راح نحيه نديرو في طبسي ونخليه بجهه بهذه الطريقه. اذا مش راح ندير دركا، راح ندير موفع الزبده او تاع المارغارين، هذا الرز يحب الزبده شويه بزياده، واللي ما يحبش ما يديرش، يدير الزيت فقط، ندير شويه تاع الزيت باش ما تحرقناش الزبده تاعنا. الرز راح يجي بنين بالزبده. اذا هذا الزبده واش راح ندير فيها؟ حبيبه تاع البصل قطعتها رقيقه، يعني اخوات طلبوا مني يعني وصفات مالحه، ان شاء الله نلبيكم الطلب تاعكم. وكل مره نديروا وصفه مالحه سهله، وراح نجهزوا ان شاء الله لشهر رمضان الفاضل. نخلوها تتقلى مليح. اذا هنا بعد ما تقلى البصل تاعي راح نزيد له فيلي صول، انا درت وحده فقط، وكل وحده على حسب العائله تاعها. يطيبوا مع هذاك البصل كما نعرفوا الحوت يطيب بالخف. كما قلت لكم هذا الطبق تاع الرز اختياري، واش ديروا يعني ديروا واش تحبوا، حبيتوا الحوت الدجاج اليون داشي، ديروا واش تحبوا، لكم الاختيار، نعطيكم الفكره وانتم من بعد طبقوها كما حبيتوا وعلى حسب الافراد العائله واش ياكلوا. هنا الحوت تاعنا راه يطيب بالخف، كما نعرفوا انه الحوت ما يديش طياب بزاف. فيليت صار ولا فيليت بيرلون ولا واش حبيتوا، ليسونسييل فيلي
هنا راح نزيد عليهم هذيك الخضره اللي فورتها اللي هي زروديه والجلبانه. هنا تقدري تزيدي مشطو، يعني تقدري ديري اي خضره تحبيها فوريها بلا ملحه، فوروها فقط. دابا راح نزيد الخضره تاعي، يتقلاو كامل في هذيك الزبده، هذيك الزبده تعطيها انغو يعني شباب بنين. اذا في هذا الوقت راح نملحهم، نملحو فقط على حساب هذه الخضره لانه الرز راه طايب بالماء والملح، باش تجينا الخضره بنينه. وشويه تاع الفلفل الحل، فلفل اسود، نقلوهم مليح. اذا هنا راح نزيد عليهم الطون، صفيتهم الزيت، نفتوه شويه يتقلى حتى هو معاهم باش كامل المقادير تاعنا تندمج تولي عندها بنه بنينه. الان راح نزيد لهم المعدنوس وتقطع ترقيق، يندمجوا الكل مع بعض. الان واش راح نزيد على هذا هذا الخليط؟ راح نزيد عليهم الرز اللي كنت غليته، وهنا الرز ديريت كميه على حساب الافراد العائله تاعك باش تكفيهم. انا ندير هذا ونشوف. شوفوا الالوان كيفاش يجوا شابين وخفيفه، وجبه يعني بخف توجد وخفيفه وبنينه. رانا في وقت الجلبانه، ماذا بينا نتنمو الفرصه ونحضروا بها اطباق. ها هو الرز تاعنا، انا راح اكتفي بهذه الكميه تاع الرز، مش راح نزيد بزاف. راح نزيد عليهم هذاك البيض اللي كنت قليته، نخلط الكل مع بعض. اذا ها هو الرز تاعي واجد، ما خذاش مني كبير. الرز كي تغليه يطيب بالخف، وخضره حتى هي كي تفوريها راح تطيب بالخف. والطبق تاعنا ها هو واجد، نلتقي فيما بعد. اذا الرز تاعي راه واجد، راح نسربي منه ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه تاع اليوم، لانها سهله وبنينه في نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ها هو الرز تاعنا، طريقه سهله. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة سهلة، وإن شاء الله كل وصفاتنا يكونوا هنا. وإلى اللقاء.